بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، ويسر لنا طريق العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا من واسع حكمتك، وعلمنا ما لا نعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت علام الغيوب يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم جميعا مع الدورة التاسعة للنبر واستقامة الأداء القرآني المقامة في الأكاديمية العالمية للنبر واستقامة الأداء القرآني، وقفا لروح مؤسسة الأكاديمية الدكتورة انتصار رحمها الله. والدكتورة انتصار يعني الحديث عنها لا ينتهي، لكن لكي نستطيع أن نعطي المحاضرة نعطيها إن شاء الله، ثم نتحدث عن أختنا الدكتورة انتصار التي قامت هذه الأكاديمية على عاتقها، وهي لها الفضل بعد الله في كل ما وصلت إليه الأكاديمية من إنجازات. هذه هي المحاضرة الأولى، ونحن دائما في المحاضرة الأولى كمن يعطيكم نقطة من العسل لكي نعرف ما هو النبر وما خطر هذا النبر، وهل يستحق أن ندرسه ونقيم له دورة بأكملها أم لا. وأطمئن قلوبكم جميعا في البداية أن الموضوع مع أنه يعني يتحدث في فنتو الثانية من الحركة، إلا أنه سهل ويسير جدا جدا جدا، والقواعد التي وفقنا الله إلى وضعها له هي يسيرة بحيث يستطيع الطفل الصغير أن يتقنها. وليس أدل على ذلك من أن عندنا مدربين ومدربات، عندنا في المدربين هناك مؤهل تقريبا عمره لا يتجاوز 12، و في المدربات وليس المؤهلات هناك أطفال، يعني هناك عفراء الجزائرية عمرها تقريبا 13 عاما، وعندنا ملاك اليمنية وعمرها لم يتجاوز 12، وكذلك عندنا الرائعة روان وعمرها لا يتجاوز 12. فإذا كانت هناك مدربات وهناك مؤهلون قد وصلوا إلى هذا الحد، وما أدراكم ما معنى مدرب أو مدربة؟ لأننا من يعرفنا يعرف أن من يريد أن يكون مدربا لابد أن يمر بمجموعة من الاختبارات والتدريبات يعني تفوق دخول كلية الشرطة. فيعني إن شاء الله بإذن الله نحن جميعا سنتقن هذا العلم بإذن الله، هذا وعد منا. نبدأ بالحديث عن محاور هذه المحاضرة. نتحدث في هذه المحاضرة عن مفهوم النبري، وعن خطر الآثار السلبية لوضع النبري في غير موضعه، وعن مجموعة من الأمثلة للمزالق. معذرة، أنا عندما أخرج من قاعة يعني أنتظر حتى أستطيع الدخول مرة أخرى، فهناك قاعة أخرجتني فانتظروا. معذرة،
طبعا لأني في قاعتين، ففي بعض الأحيان يحدث خلل في قاعة من القاعتين. كذلك سنتحدث عن موقف القدماء من النبر، يعني هل ذكر هذا النبر في كتب القدماء أم لا، تحدثوا عنه أم لا، ضربوا أمثلة له أم لا. كذلك سنتحدث عن بعض الظواهر القديمة والنصوص التي ذكرت في كتب قديمة تتحدث أيضا عن النبر بصورة أو بأخرى، مثل وجود ظاهرة التصحيف والتحريف مثلا، مثل النبر في غير موضعه وسيلة من وسائل بعض المتصوفين لتحريف معاني القرآن، كذلك تشبيه بعضهم لمن لم يفهم النبر الصحيح بأنه بهيم كما سنرى. طبعا هذا ليس كلامي، أنا لا أشبه أحدا بشيء، لكن نحن سنأتي بنصوص ونرى القدماء ماذا قالوا عن إيه؟ عن النبر. خلاص، إذن يا جماعة لا نشغل أنفسنا لا في هذه المحاضرة ولا في المحاضرة القادمة بأن نعرف أين النبر، ونحن سنعطيه لكم كهدية في ملعقة، لا نتعب في أخذه، لكن من المحاضرة الثالثة. المحاضرة الأولى نحن نعرف بالظاهرة ونضرب لها أمثلة ونقنع بوجودها، والمحاضرة الثانية نبحث هل هذه الظاهرة، ظاهرة النبر، إذا وضع في غير موضعه هل هذا من قبيل اللحن أم لا، وهل يكون لحنا جليا أم لحنا خفيا. ومن المحاضرة الثالثة نبدأ في شرح القواعد التي بإذن الله نعدكم كما وعدنا من قبلكم وتعلموها، وإن شئتم فراجعوا التسجيلات الموجودة في قناة آراء طلاب وطالبات أكاديمية النبر في القرآن الكريم من كل بلاد العالم بفضل الله تعالى. وأقول لكم نحن معنا مدربة من النرويج، يعني إذا كانت الأجنبية قد أتقنت هذا العلم، فلا نشغل أنفسنا بهل سنعرف ما يعرفه المدربون والمدربات أم لا. وأقول لكم بداية أيضا، نحن في كل كلامنا من أول القواعد إلى آخرها نتحدث عن حركة وسكون، يعني الذي يعرف الفرق بين الحركة والسكون وأن هذا الحرف متحرك وأن هذا الحرف ساكن سيستطيع أن يتقن النبر بإذن الله. إذن ما هو النبر؟ النبر هو بروز لأحد مقاطع الكلمة بحيث يكون ظاهرا في السمع عن غيره. ما معنى ذلك ببساطة؟ معنى ذلك أن الحرف الذي تتحمل حركته النبر يكون أقوى من الحروف المجاورة، نسمعه أكثر من غيره، وكذلك الزمن الخاص به يكون زائدا عن غيره بناء على الضغط على حركته، لأن النبر يكون على الحركة كما سنتعلم، ليس على الحرف وإنما على حركة الحرف. خلاص، إذن النبر عبارة عن قوة في الحرف، هذه القوة تأتي من الحركة التي على الحرف سواء كانت ضمة أو فتحة أو أو كسرة. طيب، ما هو خطر ظاهرة النبر الذي استدعى أن نقيم له دورة؟ وأكيد كثير من الناس متعجبون من أننا سنقيم دورة في النبر. وكذلك أنا أتذكر الشيخ أحمد رجائي وهو أول مدرب بالنسبة للرجال دخل متعجبا عندما درس النبر، دخل متعجبا دورة في النبر، وها هو الآن مدرب للنبر بفضل الله تعالى. ما هي خطورة ظاهرة النبر؟ أولا، النبر يا جماعة ليس شيئا سيئا وليس شيئا سلبيا، فنحن سننبر عندما نتحدث شئنا أم أبينا. أي إنسان يتحدث بأي كلام فيه حركة وسكون لابد أن ينبر، لابد أن ينبر، بل فيه حركة فقط لابد أن ينبر. نحن نعلمكم أين ننبر، لأننا لو نبرنا خطأ أدى ذلك إلى فساد في المعنى. إذن نحن إذا كان أمامنا اختياران، اختيار يوضع فيه النبر في موضعه ويؤدي إلى استقامة الكلمة،
واختيار يوضع فيه النبر في غير موضعه فيؤدي إلى فساد في المعنى أو إلى إخلال بفصاحة أداء الكلمة. فأيهما نختار بكل بساطة؟ يعني الموضوع لا يحتاج إلى إقناع كما سنرى. أكيد سنختار جميعا الأداء المستقيم الذي لا يؤدي إلى إخلال بفصاحة الأداء أو إلى فساد في المعنى. إذن مشكلة النبر أنه رغم أن التشكيل صحيح وأن أحكام التجويد صحيحة في كثير من الأحيان، ومع ذلك وضع النبر في غير موضعه يؤدي إلى شيء من اثنين: إما أن يؤدي إلى إخلال بفصاحة أداء الكلمة، يعني تسمع الكلمة لا يعجبك أداؤها ليس لمخرج ولا لصفة، ولكن تشعر بإخلال في طريقة أدائها، مع أن هذا الخطأ لم يتعدى المستوى الصوتي، لا، يعني لم يؤثر في الصرف في بنية الكلمة، لم يؤثر في النحو، يعني في العلاقات النحوية وموقع الكلمة من الجملة، لم يؤثر في المعنى. ومع ذلك هو في كثير من الأحيان للأسف يؤثر في المعنى، وهو إيه؟ الخطر الثاني، أنه في بعض الأحيان يتعدى تأثير النبر المستوى الصوتي فيؤدي إلى فساد في الصرف والنحو والمعنى كما سنرى اليوم. طيب، هل هناك مجموعة من الكلمات فقط نستطيع أن نحفظها ونحفظ أداءها وبذلك نتجنب أخطاء النبر؟ لا، النبر في كل كلمات اللغة العربية نثرا وشعرا وقرآنا. أقول لكم، كانت رسالتي في الماجستير الآثار الصرفية والنحوية والدلالية للأداء النطقي للقرآن الكريم، ووضعت فيها قواعد النبر بفضل الله، وكانت الحمد لله حصلت فيها على أعلى مرتبة، وكذلك بأن توزع الرسالة على الجامعات. كذلك رسالتي في الدكتوراه دور الصرف والنحو في توجيه نبر الشعر، لأن النبر في كل الكلام، في كل الكلام، في النثر وفي الشعر وفي الأداء القرآني. إذن أي كلمة معرضة لهذا النبر، حتى الحروف المقطعة في بدايات السور، يعني مثلا ألف، بعض الناس عندما يقرأها يقول ألف، ألف يعني أدور، هي ليست ألف، هي ألف وليست ألف. سنتعلم كل هذا بإذن الله، ونبدأ ببعض الأمثلة التي هي نقطة من العسل كما قلت لكم. أريد منكم أن تنتبهوا إلى أداء هذه الكلمات، سنؤدي كل كلمة بأكثر من طريقة، على الأقل بطريقتين، يعني بعض الكلمات بطريقتين، بعض الكلمات بثلاث طرق، بعض الكلمات بأربع طرق، ومع ذلك التشكيل هو هو وأحكام التجويد هي هي. ما رأيكم؟ فنبدأ بلهم. لهم هذه في القرآن الكريم ذكرت أكثر من 1000 مرة تقريبا. طيب، هي عبارة عن إيه نحويا؟ هناك نوعان، هناك مثلا لهم عذاب عظيم، لهم عذاب أليم، لهم دار السلام، هذه عبارة عن لام الجر زائد الضمير هم، يعني مثلا لهم دار السلام معناها أن دار السلام أعدت لهم. طيب، جميلة التي كتبت جر ومجرور، رائعة. إذن هذا هو النوع الأول، اللام مثلا لهم دار السلام، اللام حرف جر، هم ضمير مبني في محل جر بحرف الجر. طيب، دار مبتدأ مؤخر، طيب والجر والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، لا تشغلوا أنفسكم بالإعراب، فقط ركزوا معي في المعنى. لهم دار السلام معناها أن دار السلام أعدت لهم، الجنة يعني. طيب، لهم عذاب عظيم معناه أن العذاب العظيم أعد لهم. وعندنا أيضا وفي القرآن لهم، عندنا لهم المنصورون، لهم الغالبون. إذن لهم هذه غير لهم، لهم اللام للابتداء
وهم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. انتبهوا، هناك كنت أقول اللام حرف جر، هنا هذه ليست حرف جر، هنا لم التوكيد التي تأتي في الابتداء وتفيد التوكيد. طيب، هم في لهم، لهم المنصورون مثلا، هم ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. طيب، المنصورون خبر، إذن هم أنفسهم المنصورون، خلاص. طيب، وطبعا في بعض المعربين يعرب ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، يعني لا نشغل أنفسنا بذلك. المهم أن هذه اللام لام التوكيد، وهم ضمير مبني في محل إيه؟ في محل رفع مبتدأ هنا، لكن هم هناك في لهم عذاب عظيم، لهم عذاب أليم، ضمير مبني في محل جر. طيب، المعنى هنا والمعنى هنا مختلف. هنا الشيء أعد لهم عندما تكون اللام حرف جر، وفي الموضع الثاني عندما تكون اللام للتوكيد يكون هم الشيء إيه نفسه. يعني لهم عذاب عظيم نؤديها خطأ، نقول لهم عذاب عظيم، أصبحوا هم العذاب. لهم عذاب أليم، نقول لهم عذاب أليم، أصبحوا هم العذاب الأليم. لهم دار السلام، نقول لهم دار السلام، أصبحوا هم دار السلام. أرأيتم الفساد في المعنى حتى إذا كنتم لا تعرفوا النحو؟ أصبحوا هم دار السلام، ولا أحد يقول، لا يستطيع أحد أن يعترض على ما أقول الآن. لماذا؟ لأننا نمتلك في القرآن لهم ونمتلك لهم. هل ستقول هذه الآيات مثل تلك؟ إذن أنت لا تعرف شيئا، لا تعرف تجويدا، ولا تعرف أداء، ولا تعرف صرفا، ولا نحوا، ولا تنتبه للمعنى. نحن نقرأ القرآن لننتبه إيه للمعنى. بعض الناس يعني هناك شكوى من الصوت، هل الصوت واضح؟ واضح الصوت؟ طيب، أرجو ممن يشكو من الصوت يسأل، يعني هل هناك مشكلة في الصوت هكذا، ولا يقول هناك مشكلة، يعني لا يحكم بأن هناك مشكلة. طيب، إذن هل فهمتم الفرق بين لهم ولهم؟ فهمتم؟ طيب، جميل. إذن لهم لها أداء ولهم لها أداء، والتشكيل واحد، التشكيل إيه؟ هو هو، خلاص؟ طيب، إذن انتبهوا للأداء لأننا إيه سنستمع إليكم بعد قليل. لهم لهم، هذا ما نريده فقط، لهم لهم. نأتي للكلمة التي بعد ذلك، وكما قلت لكم لا تشغلوا أنفسكم أيضا بموضع النبل. مثلا إيه؟ وزر، كلا لا وزر، وزر كلمة واحدة. طيب، نفترض أن القارئ، وهذا يحدث، نحن لا نخترع هذه الأخطاء، قال وزر، أصبحت الواو حرف عطف زائد زر، إذن هل هي وزر أم وزر؟ هي وزر، خلاص؟ إذن حتى لو كان هناك كلمة أخرى حتى في غير القرآن هي عبارة عن وزر، لا نقرأ هذه مثل تلك ولا العكس. كل كلمة توضع في موضعها الذي يؤدي إلى معناها، خلاص. إذن لاحظوا معي الذي يؤدي إليه الأداء غير المستقيم نتيجة لوضع النبر في غير موضعه إلى الآن في لهم ولهم، التحويل في الكلمة الأولى لهم ولهم أدى إلى التحويل. يعني إيه؟ يعني نحن كان عندنا إيه كلمتان، اللام وهم، وفي الأداء الصحيح والخاطئ عندنا كلمتان. إذن ما المشكلة؟ أنه حول لام الجر إلى لام ابتداء، وحول الضمير الذي في محل جر إلى مبتدأ، والعكس صحيح، حول لام الابتداء إلى حرف جر، وحول الضمير الذي كان مبتدأ إلى إيه؟ إلى ضمير مبني في محل إيه؟ جر. كذلك في الكلمة الثانية، النبر الخاطئ أدى إلى إيه؟ أدى إلى الفصل، بمعنى أنه جعل الكلمة كلمتين، لأن وزر كلمة واحدة، وزر عبارة عن إيه؟ عن كلمتين، يعني عنصر واحد جعله عنصرين، عنصر واحد جعله إيه؟ عنصرين، وزر وزر، والعكس لو كانت هناك وزر لكن لا توجد في القرآن. إذن
انتبهوا، لأن طبعا هناك جوائز في الحلقات للإيه؟ للمشاركين والمشاركات. لكن لمن يتقن فقط، لكن الذي يخرج ولا يتقن سيقرأ مرة أخرى في يعني إيه في كلمات أخرى إن شاء الله حتى يتقن. إذن نحن عندنا الآن، وانتبهوا للأداء، لهم وزر. نأتي للكلمة الثالثة ونختبر تركيزكم. أبدا، مثلا خالدين فيها أبدا. طيب هذا أداء أبدا، جميل، يعني إلى الأبد. طيب أبدا أصبحت الهمزة همزة استفهام، زائد بدا فعل ماضي أي أظهر. أبدا أي أظهر، هي أبدا وليست أبدا، وليست أبدا، سبحان الله. يعني ثلاث طرق في الأداء وطريقة صحيحة فقط. أبدا أبدا أبدا، انتبهوا لنسمع منكم. أبدا أبدا أبدا. طيب ما الذي أدى إليه النبر الخاطئ هنا؟ أدى إلى أيضا التعدد. أبدا كانت كلمة واحدة، أبدا أصبحت عبارة عن كلمتين، همزة الاستفهام زائد الفعل إيه؟ بدا. وطبعا المعنى كله يتحول، أبدا اسم، أما أبدا فالهمزة حرف مبني لا محل له من الإعراب، وبدا إيه فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. يعني الإعراب يتغير والمعنى يتغير وكل شيء يتغير. نعيد من البداية الأداء حتى ننتبه. لهم وزر أبدا. عندنا أيضا مثلا فقعوا له ساجدين، يعني فامتثلوا لأمر الله واسجدوا لآدم عليه السلام. نجد القارئ يقول فقعوا من الفقع، يعني فقع فلان عين فلان. لا، هي فقعوا، إذن ليست فقعوا وليست فقعوا، إذن هذه لها ثلاث طرق في الأداء. طيب عندما نقول فقعوا، الفاء زائد قعوا. طيب فقعوا أصبحت الفاء جزءا من الإيه؟ من الكلمة، كأنها فاء الكلمة، أول حرف في بنية الكلمة. طيب نعيد من البداية. لهم وزر أبدا فقعوا. عندنا أيضا أفلا عبارة عن إيه؟ عن همزة الاستفهام زائد الفاء العاطفة زائد لا النافية. إذن ثلاث كلمات، أفلا هكذا. وانتبهوا، أنا في كل مرة وفي كل كلمة النبر الصحيح في مكان مختلف على فكرة، لأنكم بإتقانكم لهذه الشريحة أتقنتم الدورة من أولها لآخرها. يعني نحن نسرب لكم النبر من حيث لا تشعرون بإتقانكم، وتذكروا ذلك في نهاية الدورة. بإتقانكم لهذه الشريحة أتقنتم قواعد النبر بإذن الله، أو جميع قواعد النبر كصيغ بإذن الله وكطرق أداء. إذن عندنا أفلا عبارة عن همزة الاستفهام زائد الفاء زائد لا، وليست أفلا. طيب ما الذي حدث؟ أفلا عبارة عن ثلاث كلمات. طيب أفل من الأفول، فلما أفل، ليست هذه أفلا. إذن أدى إلى إيه؟ إلى وصل الحروف فأصبحت كلمة واحدة. كذلك عندما نقول أفلا كأنها فيها ألف اثنين، يعني اثنين أفلا وليس شيء إيه واحد. طيب أنا لكي أسهل عليكم، لأني لو طلبت منكم أن تأتوا بالأداء المستقيم أولا، ربما أكثر الموجودين لن يستطيعوا أن يأتوا بالطرق
كلها خاصة في هذه الكلمات. إذن نحن سنسمع منكم الآن أول 5 كلمات تدربنا عليها الآن، لكن في الكلمات الثلاثة أبدا وفقعوا وأفلا سنأتي بهذا الترتيب، ومن سيأتي بأداءين فقط للكلمة سنقبله منه ونشكره عليه خلاص، لكن الذي لا يستطيع أن يأتي إلا بأداء واحد كأنه إيه لم يركز معه. إذن نبدأ بلهم. لهم، وزر، وزر، أبدا، 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 فقعوا، 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 أفلا، أفلا، أفلا. انتبهوا، ليس شرطا أن يكون الأداء الأول هو الصحيح، أنا فقط لأسهل لكم. أبدا، 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 فقعوا، 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 أفلا، أفلا، أفلا. مرة أخرى، لهم، لهم، وزر، وزر، أبدا، 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 فقعوا، 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 أفلا، أفلا، أفلا. نستمع إلى أول رائع بإذن الله، نريد متدربا يشرح صدورنا ويجعلنا نشعر أن ما نقوله مفهوم. خلاص، إذن دائما الواثق من أنه فهم يرفع يده، الذي يرى أنه ينتظر قليلا حتى يتقن ينتظر. طيب تفضل يا حسن. حسن صديق. لهم، حياك لهم. الله يا حسن. لهم حسن. نعم، حياك الله. آمين. من أي مكان أنت يا حسن؟ من أي بلد؟ من مالي. أهلا وسهلا يا حسن، أنا شعرت بذلك. تفضل. نعم. يا حسن. من دولة مالي. أهلا وسهلا ومرحبا بك. آمين إن شاء الله. لهم، لهم. ها الأداء الثاني. نعم. وزر. لا، نريد لهم، لهم. هاي. لهم، لهم. رائع. ها. وزر، وزر. الله، الله. أبدا، أبدا، أبدا. طيب أعد هذه. أصد لم أفهم هذا جيدا. طيب قل، قل خلفي يا حسن. أبدا، 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 أبدا. لو استطعت أن تكرر أداءين فقط فأنت من المفلحين. يلا. أيوه، لا بأس. ها، هيا قبل أن تنسى. نعم. لهم، لا، في أبدا، نريد أبدا. أبدا، أبدا. صدق هذا صعب علي قليل. سبحان الله يا حسن. أعيد مرة ترونه، ترونه صعبا في التدريب، وعندما نسمع القراءة نجد الخطأ. لو سمعت أعيد مرة، مرة. طيب أبدا، 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 أبدا. طيب هات الكلمة التي بعدها. فقعوا، فقعوا. مرتين. طب أقول لك يا حسن، هات المستقيمة التي في القرآن. ها، ماذا، كيف تقرأها هذه؟ فقعوا له
ساجدين. كمان مرة نسمعك لنتأكد. ها، رفعوا له كمان ساجدين. مرة ثالثة لنتأكد. فقعوا له ساجدين. طيب يا جماعة باللغة العامية يبقى احنا المفروض ناخد الدورة دي ولا ما ناخدهاش؟ اهو الراجل 3 مرات يقول فقعوا. ها يا حسن، هي فقعوا، الأداء المستقيم فقعوا وليست فقعوا. خلاص؟ فقعوا. نعم ايوه، نعم يلا هات بقى أداءك الأول وهات فقعوا. ها يلا. فقعوا. هذا الخطأ. ها هات كمان أداء آخر. لا 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 أستاذ، يعني أنت عارف الغلط ولا تعرف الصواب؟ ها هيا يا حسن. قلت فقعوا. فقع هذه من الفقع، تعرف من يفقع عين إنسان مثلا؟ نعم يضع يده في عينه نعم يجعله لا يرى، يجعله أعور. نعم أعرف هذا. هذه فقع. أما التي في القرآن فقعوا. فقعوا. أيوة هكذا. طيب هات الكلمة التي بعدها يا حسن، ولن نكافئك في هذه المشاركة، نكافئك في مشاركة أخرى. هات الكلمة التي بعدها. أفلا أيوة. أفلا. ها نسمع أكثر. ها أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. يا سلام. طيب هاتها لوحدها كده كمان مرة. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. ممتاز، ما شاء الله عليك. طيب هذا يعني أريد أداء آخر، نحن ندرس النبرة لنعرف أن للكلمة أكثر من أداء مع أن التشكيل هو هو. أنت قلت مثلا أفلا. ها ماذا أيضا؟ ها طيب قلها خلفي. أفلا 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 أفلا. أفلا. بارك الله فيك يا حسن، انتبه معنا حتى تتقن بإذن الله. نحن عندنا مؤهل من مالي، نعم. الشيخ أحمد يكتب اسمه، لا أعرف اسمه، نسيت. ما اسمك؟ أيوة نعم. تعرفه؟ أنا لا أو أنت لسه. مبعوثكم. نعم أنا أعرفه، الشيخ أسعد ومحمد صبري. من مالي؟ لا من مصر. لا لا، هناك مؤهل من مالي لكن أنا لا أتذكر اسمه. بارك نعم الله محمد فيك يا سيلا. حسن. محمد سيلا. محمد سيلا صح، محمد سيلا، بارك الله فيك، رائع رائع، أحسنت يا حسن. شكرا لكم. طيب نستمع إلى متدرب آخر. ها الشيخ خالد. المايك لا يفتح. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله وبياك شيخنا. تفضل يا شيخ خالد. لهم ولهم. يا سلام، ممتاز، ما شاء الله عليك. ها؟ وزر وزر. الله الله الله، رائع. أبدا وأبدا. ممتاز، جئت بأدائين لكن لا تضع واو من عندك، أريد الكلمة فقط. خلاص، لأن الحركة يعني إيه لها مدلول عندنا، تغير عدد الطرق. ها يلا هات الكلمة التي بعدها. أحسنت، فقعوا. جميل، وفقعوا. يا سلام، الله الله الله. ها الكلمة التي بعدها. أفلا. نعم. وأفلا. لا أنت يعني بتضحك علينا بالتنغيم، وهي هي. ها أعد. أفلا يلا.
ايوه احسنت، رائع رائع رائع. مجيد النبر قد علوا الثريا وناطح حسن جدهم السحاب. وانت ناطح حسن جدك السحاب يا شيخ خالد، انت امير هذا اللقاء، وان شاء الله لما تدخل التدريبات ستقدم على غيرك. جزاك الله خيرا يا شيخ خالد. انت من اي بلاد؟ خير. مصر ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك شيخنا، تفضل. طيب الشيخ احمد تفضل، وانا ايه اذهب لي. طيب نختاره. نعم تفضل الشيخ حسين أشرف، افتح لك المايك يا شيخ حسين. شيخ محمد عايد، محمد عايد محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ محمد. وحياك. تفضل الشيخ محمد. لهم وزر أبدا أبدا، فقعوا أفلا. ما شاء الله. طيب خلينا شيخنا نحاول أن نأتي بالثلاث أداءات. أبدا أبدا أبدا، أبدا أبدا أبدا. هات الكلمة فقعوا. فقعوا 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 فقعوا. لا، الأداء الثاني يا شيخنا هي قعوا. نعم، قل معي قعوا. فقعوا قعوا قعوا. فقعوا فقعوا، ممتاز. والأداء الثالث فقعوا فقعوا. أحسنت. ها الكلمة التالية أفلا أفلا. الأداء الأول أفلا أفلا أفلا. نعم. والأداء الثاني أفلا أفلا. نعم. والأداء الثالث أفلا أفلا. ممتاز، أحسنت يا شيخ. طيب هات كلمة ماء. ماء 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 أتيت ماء أتيت ما شاء الله، ممتاز أحسنت. ماء ماء ولكن بالمد. نعم. طيب نعم. الكلمة التالية أولا أولا. أو الواو ساكنة. نعم. أولا 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 أولا. ممتاز أحسنت يا شيخ، ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ محمد. بارك الله فيك الشيخ. وياكم. الشيخ مسعود الحارثي، أفتح لك المايك شيخ مسعود. لهم وزر ما عبالي سنة هذا الوراء. نعم نعم يا شيخ، واصل شيخنا. أبدا أبدا أبدا، الأداء الأول أبدا أبدا أبدا. فقعوا لا انتظر يا شيخ، عايد مرة أخرى. أبدا 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 أبدا. الأداء الثاني أبدا أبدا. نعم أحسنت. والثالث الأخير أبدا أبدا. ممتاز، نفس الأداء مع كلمة أبدا نفعله. نعم. مع فقعوا أبد فقعوا فقعوا. أحسنت بارك الله فيك
يا شيخنا جزاك الله خير. نذهب إلى الجناح الأيسر من هذه الخريطة التي أمامنا، وهو أيسر من الجناح الآخر. عندنا كلمة مثلا ماء وصلا، الماء الذي نشربه، الماء الذي ينزل من السماء. طيب أؤديها بأداء آخر، ماء. من يكتب هذا الأداء؟ الله الله، رأيت من كتب، لكن الله نوال رائعة وشفاء، والشيخ علي الحبسي ما شاء الله، ما شاء الله ممتازون ما شاء الله. إذن ممكن تقرأ ماء، وممكن تقرأ ماء. طبعا فرق شاسع، الماء غير ما زائد أن، ما زائد إيه أن، هذه كلمة ماء وهذه عبارة عن كلمتين. كذلك هنا يؤثر على الحكم التجويدي، كيف المد المتصل أصبح منفصلا. إذن حتى التجويد يناله إيه؟ أثر من أثار هذا النبر الخاطئ. خلاص، إذن الذي سيخرج الآن ويقرأ سيقول ماء ماء. طيب إلى أي شيء أدى النبر الخاطئ؟ بالنسبة لماء إذا جعلناها ماء، إذن إلى التعدد، فصل الكلمة الواحدة فأصبحت كلمتين. طيب لو كانت ماء وقرأناها ماء أصبحت كلمة إيه؟ واحدة. هو طبعا في القرآن ماء، فكان الأفضل أن نمثل بماء مجرورة. طيب يعني هناك ما زائد إن في القرآن. طيب عندنا أيضا أو لا، مثلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني إيمانكم وعدمه سواء أو لا، ممكن نقرأها خطأ طبعا أو لا. وعندنا في القرآن أولى أيضا، أولى لك فأولى مثلا، يعني عندنا أولى وإيه وأولى، نمتلك الاثنتين في القرآن، فهذه نقرأها أولى التي هي كلمة واحدة، وهذه نقرأها أولى. ما نرفضه وما نقيم الدورة لأجله ألا نخلط هذه بتلك. إذن نحن الآن عندما نقرأ التي أمامنا سنبدأ بأولى عبارة عن كلمتين، أولى عبارة عن كلمة واحدة. خلاص. طيب نذهب إلى رزقهم، وانتبهوا لأن هذه لها أربع طرق في الأداء، أربع طرق يا رب، واحدة صحيحة وثلاثة خطأ، أربع طرق والتشكيل هو هو، أربع طرق ومخارج الحروف هي هي والصفات هي هي، الخطأ في النبر فقط. كيف؟ رزقهم 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 رزقهم. إذن الذي سيخرج الآن ويتحفنا سيقرأ هكذا، ماء ماء، أولى أولى، رزقهم 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 رزقهم. لو أتى بأدائين لرزقهم جيد، لو أتى بثلاثة جيد جدا، لو أتى بالأربعة فسيكرم لمدة أسبوعين. نبدأ بإيه؟ بقاعة الرجال. طيب تفضل يا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا أهلا بك يا شيخ أحمد. لو في طريقة لفتح قاعة أخرى وتوصيل الصوت لمن لم يستطع في قاعة الرجال لأن القاعة امتلأت. بعد إذنك يا دكتور. تفضل.
في ناس كتير انا دخلتهم امبارح صحابي في الكليه، تمام، انا كليه شرع وقانون ازهر، ف ما شاء الله نخلي، ف مش في مكان يخشوا. طيب يا شيخ احمد، لو في صرفه وال معك المدربات يساعدنك ان شاء الله يتصرفوا. حاضر حاضر باذن الله يا هشام. على العموم نحن لم نقل شيئا الى الان، تفضل. يلا ابدا بكلمه ماء. نعم ما ما لا نريدها مع التنوين. يلا حاضر. ما ان ما بس هات المد المتصل بقى. حاضر. ما ان ما ان ها كمان مد كمان يا هشام. ما ان ما وصلا أربعة أو خمسة. ما أن يلا ما أن ما أن أيوة أنا كنت سأقول لك، هل تستطيع أن تشعرنا بفصل الكلمتين دون أن تسكت؟ أنا لا أسكت، والذي الذي يخطئ لا يسكت، خلاص لا يسكت في الوسط يعني. يلا ما أن ما أحسنت أن ما هو الاثنين واحد كده، الاثنين خطأ. أنا أريد، طيب هات بقى الصواب على أنها كلمة واحدة، ماذا ستقول؟ ما أن بس مد، المد ليس له علاقة. يلا حاضر. ما أن رائع ما أن ممتاز. طيب الكلمة الثانية يلا. أولى هذه الخطأ أولى بالنسبة للكلمة التي أمامنا. ها ابدأ بالكلمتين، ماذا ستقول؟ أولى ها أولى لا تقف لا تقف. أولى كمان مر. حاضر. أولى طيب أنا سأسألك سؤالا يا هشام، نوضح نوضح فيه للحاضرين الأداء المستقيم، وأنا متأكد أنك ستأتي به دون أن تشعر. سبحان الله، وسترى بنفسك. أنا سأسألك وأقول لك، ستذهب إلى الجامعة غدا أم لا؟ قل لي لا أعرف، سأذهب ثم اقرأ الكلمتين اللتين أمامك. خلاص قل لي لا أعرف، سأذهب وأكمل. خلاص ستذهب إلى الجامعة غدا يا هشام؟ لا أعرف أو لا، أو أنت نطقت الكلمتين صواب، قلت أو لا. سبحان الله، نحن في كلامنا العادي نأتي بالنبر الصحيح في كثير من الأحيان، ثم ندخل الكلمة في القرآن تؤثر النغمة وتؤثر ويؤثر عدم المعرفة باللغة العربية ويؤثر التلقي الخاطئ، كل هذا يؤثر. إذن هي أو لا. حضرتك بس أنا حضرتك بعزك في المقاطعة، أنا بس عشان أول حصة وكده فخايف شوية، بس مش كل لا 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 يعني. تخف لا لا تخف يا هشام، الموضوع سهل ويسير. هو الفرق بين مشاركة من يجيد ومشاركة من لا يجيد الإمارة، وبعضكم ليس في ذهني الإمارة، خاصة الرجال يعني، لكن النساء يتنافسن عليها. ها يلا قل. تمام قاعد يلا. أولى طيب الأداء الثاني. أولى الأداء الثاني. ها أولى طيب قل خلفي يا هشام. أولى 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 هي هي أولى أو لا. يعني شوف يا هشام، لما أنا أقرأ وأقول إيه أو لا، أما أقرأ أقول مثلا أو لا لك فأولى، هل هذا صح؟ فأولى ينفع؟ لا. طيب لا، عندما أقرأ وأقول مثلا والبرنامج جوجل يكتب أو الواتس يكتب، أنت تعرف هذه الخاصية في جوجل والواتس أننا تمام. نتكلم وهو يكتب، سأقول تمام. له قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هو لا يعرف قرآن، سيكتب أو لا،
طبعا صح؟ همزة واو لام ألف على صورة الياء، سيكتبها هكذا لأنني نطقت خطأ. هي قل آمنوا به أو لا تؤمنوا أو لا هكذا. يلا هاتها. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا كده، أنت بتقول لهم الله يكرمكم آمنوا، وهذا المعنى ليس مرادا أنت تقول لهم أو لا تؤمنوا، يعني يا ريت تؤمنوا، الأفضل أن تؤمنوا، هي أو لا. يلا قل، قل الكلمة فقط، أو لا أو لا وليس أو لا. أو لا. أيوة طيب، نحن عندنا أولى وعندنا أولى في القرآن. طيب نجرب معك آخر كلمة يا هشام، ها رزقهم، هات فقط أدائين إن استطعت. رزقهم، رزقهم، لا 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 تغير التشكيل، هي في كل الأحوال راء فتحة زاي فتحة قاف فتحة هاء ضمة ميم سكون. رزقهم. يلا تمام. رزقهم، رزقهم. ها طيب معاك، كمل كمل. رزقهم كمان. رزقهم كلها رزقهم. طيب نحن عندنا في الصعيد في مصر يضغطون على المقطع الأخير، يعني يقولون رزقهم هكذا، وهذا خطأ طبعا. يلا هاتها كده. رزقهم. ها رزقهم. طيب أنت يا هشام يعني ما شاء الله لا تعرف إلا الأداء المستقيم، انتظر واسمع متدربا آخر وإن شاء الله يأتينا بإيه أكثر. حضرتك هو أنا لازم أقول الخطأ قبل ما أقول الصح؟ لازم، لا بد أن نعرف الصواب والخطأ، لا بد أن نعرف النبر كيف يوضع هنا وهنا وهنا لنتعلم. لو عرفت شيئا واحدا فلم تعرف شيئا، معناه أنك لم تعرف شيئا، لأنك عندما تقرأ. نعم أنا شيخي كان متدرب مع حضرتكم اسمه الشيخ أحمد العسوي، فهو اللي على طول معلمنا الصواب، مش علمنا نقول خطأ خالص. لا يبقى أقول له بقى علمنا الخطأ كمان يا شيخ عشان نفرق بينهم. نحن عندما حضرتك يعني سمعنا دلوقتي. طيب أهلا وسهلا بك، يعني أنا أخاف ما يسمعنا يعني نعمل له إيه الشيخ أحمد، يعلمه الخطأ يا شيخ. طيب المهم يا شيخ هشام، أنت عندما ولدت أعطوك تطعيما أم لا؟ أعطوني طبعا. والتطعيم ده مش فيه المرض صح؟ لكن بيديك حصانة، فيه المرض وفيه الدواء. أيوة كده بيديك حصانة عندما، فنحن عندما نتعلم الصواب والخطأ نستطيع أن نأتي بجميع الطرق، ونستطيع أن نعرف أين الخطأ، ونستطيع أن نفرق عندما نسمع بين الصواب والإيه والخطأ. خلاص كذلك ستجد الصواب والخطأ له قواعد، الموضوع ليس موضوع أن نقول لك قل هذه الكلمة هكذا ولا تقل هكذا، لأنك كما ترى أمامك الآن الكلمة هي هي، ومع ذلك في موضع تقال لهم وفي موضع تقال لهم، صح ولا لا؟ إذن أنت في حاجة إلى معرفة متى نقول لهم ومتى نقول لهم، صح ولا لا؟ إذن لابد أن نعرف كل الطرق يا هشام، بارك الله فيك. طيب نذهب إلى متدرب آخر، نريد متدربا واثقا من نفسه يا جماعة حتى ننجز، نحن لم نتعدى الشريحة الأولى ونحن يعني عدى ساعة من المحاضرة. تفضل يا عبد العظيم. لا طب خليك أنت يا عبد العظيم عشان أنت أكيد عبد العظيم المؤهل. نجرب الشيخ محمود، تفضل يا شيخ محمود. الشيخ محمود ها المايك فتح. شيخ محمود علي صوتك، النت عندك ضعيف، صوتك لا يصل يا شيخ محمود. دكتور يصل الصوت الآن؟ نعم هو يعني ضعيف لكن نسمعه، تفضل يا شيخ. جزاك الله خير دكتور. الأداء الثاني ما أن
أحسنت، رائع رائع رائع. ها الكلمة التي بعدها؟ أولى. جميل، الله الله ما شاء الله عليك. الكلمة التي بعدها؟ رزقهم. يمكن ما أقدرش أقول التلفات كلها، لكن كل يعني اللي عرفته بحضرتك يعني. الصوت فيه تشوش كبير، لم أسمع ماذا تقول. ماذا تقول؟ أقول رزقهم يعني لا أتقنها جيدا يعني، لكن هقولها إن شاء الله. حاول حاول حاول، يلا. رزقهم. الله، ممتاز، يكفيك أداءان ورائع رائع رائع رائع. أداؤك محبوك ونبرك جوهر وحسبك عقل بالأداء رصين. أحسنت يا شيخ محمود، وأنت أمير من أمراء هذا اللقاء، بارك الله فيك. طيب تفضل يا شيخ أحمد. شيخ فايز توفيق، تفضل يا شيخ فايز. تحت لك المايك يا شيخ فايز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماء ماء. طيب نبدأ بالأداء الأول. ماء ماء. طيب والأداء الثاني؟ أن. تمام، ولكن أنت أتيت مرة بالتنوين ومرة لا بأس. طيب هذه الكلمة التالية. أولى. أولى. ممتاز. رزقهم. 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 نعم. رزقهم. رزقهم. طيب خليك معي يا شيخ فايز. الأداء الأول رزقهم. رزقهم. الثاني رزقهم. رزقهم. أحسنت. الثالث رزقهم. رزقهم. الرابع رزقهم. رزقهم. ممتاز، أحسنت يا شيخ، ما شاء الله أتيت بالأداءات الأربعة يا شيخ، بارك الله. أحسنت يا شيخ فايز، بارك الله فيك. وإياكم. شيخ ناصر الحارثي، أفتح لك المايك يا شيخ ناصر. أفتح لك المايك يا شيخ ناصر مرة أخرى. ارفع يدك شيخ عبد العظيم. طيب تفضل شيخ عبد العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. طيب انتظر المرة القادمة شيخ عبد العظيم، بارك الله فيك. شفت يا شيخ أحمد عند النساء ما شاء الله بسرعة، كيف؟ لا الشيخ عبد العظيم المتدرب الثاني يا شيخنا وليس المتدرب الأول. لا أنا أعلم أعلم، نعم أنا أقول يعني أيوة. نعم. طيب نذهب إلى مجموعة من الأمثلة نوضح من خلالها خطورة ظاهرة النبر. نحن نريد أن نوضح أن وضع النبر في غير موضعه قد يؤدي إلى فساد في جميع مستويات اللغة، أو على الأقل إخلال بالفصاحة، والاثنان مرفوضان في تلاوة القرآن. خلاص، يعني مثلا قوله تعالى فهم لا يتساءلون، بعض الناس يؤدونه هكذا فهم لا يتساءلون. إذن الأداء المستقيم فهم، الأداء الخطأ فهم. طيب ما الفرق يا شيخ؟ نحن لا نرى فرق. أقول لكم
فهم الفاء زائد هم، فالعطف زائد هم ضمير، لكن فهم هذا فعل ماض يدل على المبالغة في الفهم. ولو بينكم مدرس لغة عربية أو مدرسة لغة عربية لا يتعجل ويقول لا كيف الفعل الذي نعرفه هو إيه؟ فهم بكسر الهاء. أقول له قال العلماء، علماء النحو، نستطيع أن نصوغ أي فعل على وزن فعلة، أي فعل ثلاثي على وزن فعلة لقصد المبالغة. يعني لعب نقول لعب، ضرب نقول ضرب، لندل على المبالغة في اللعب، المبالغة في الضرب، المبالغة في الفهم نقول فهمة. إذن هنا الخطأ أننا دخلنا في معنى آخر، أصبح فهم فعل ماضي بعد أن كانت الفاء زائد هم، خلاص. حتى لو نفترض وهو ليس صحيحا أنه لا يوجد فعل اسمه فهم، لا هناك فعل، فأيضا أصبحت كلمة واحدة، هي ليست فهم، هي إيه؟ فهم وليست فهم. إذن فهم الأداء المستقيم، فهم خطأ. طيب مثلا قوله تعالى قال رب إني وهن العظم مني، وهن هكذا، وهن لما إيه نصلها بما بعدها. طيب الأداء الخاطئ قال رب إني وهن العظم مني، وهن طبعا أكيد منكم من عنده بنت اسمها هنا، هي ليست وهن، هي وهن من الوهن، وليست الواو عاطفة زائد هنا. واحد يقول لي طيب أنت وضعت ألفا، نعم وضعت ألفا نتيجة للنبر الخاطئ، وهذا الألف يشار إليه بالنبر، لكن في كل الأحوال هو محذوف نطقا لخوف التقاء الساكنين. إذن الذي يفرق بين وهن العظم وبين وهن العظم هو النبر، هو الإيه؟ النبر. إذن الأداء المستقيم وهن العظم، الأداء الخاطئ وهن العظم، وهناك أداء خاطئ أيضا، لكن لا أريد أن أتعبكم بكل الطرق اليوم. إذن نعيد المثال الأول، فهم وليس فهم. المثال الثاني وهن وليست وهن. طيب المثال الثالث مثلا قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين، هذا الأداء المستقيم ماء. طيب الأداء المنحرف فمن يأتيكم بماء معين، بماء زائد إن، ما زائد إن، يعني تصبح مثل قوله تعالى ما إن مكناكم فيه، ما زائد إن. لذلك أحدهم كان يقرأ هذه الآية خطأ، يقول ما إن مكناكم على أنها ما، فسأل بعضهم ما هذا الماء الذي مكن فيه هؤلاء، وهي ليست ماء، هي ما زائد إن، بخلاف الآية التي أمامنا هي ماء، فلا نجعلها ما زائد إن. إذن الأداء المستقيم إذا أردتم أن تقرأوا موضع الإيه؟ الشاهد فقط بماء، وليست بماء. كذلك قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، هذا الأداء المستقيم. الأداء المنحرف، وانتبهوا كل كلمة أستطيع أن آتي بها في بأداء مستقيم ومنحرف، لكن نحن نركز على كلمة واحدة، خلاص. الأداء المنحرف لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، الأداء المستقيم أتاهم، الأداء المنحرف أتاهم. طيب إيه الفرق؟ الفرق أن الضمير كان متصلا فأصبح منفصلا. الضمير أتاهم
هنا في محل نصب مفعول به، يعني هذا النذير أتى هؤلاء القوم المشار إليهم بالضمير، خلاص يبقى الضمير مفعول. طيب الأداء المنحرف أتى هم، هم الذين أتوا، أصبح الضمير إيه؟ هو الذي أتى، يعني كأنه فاعل. أتى هم، أتوا من؟ لا نعرف. إذن الأداء المستقيم أتاهم، الأداء المنحرف أتاهم. آتي على الأمثلة مرة أخرى قبل أن نستمع إلى الرائع الذي سيقرأها. فهم، فهم، وهن، وهن، بماء، بماء، أتاهم، أتاهم. الشيخ السيد المايك لا يفتح. طيب الشيخ مصطفى، ليتنا نتأكد أننا نستطيع حتى إيه ننجز. الشيخ مصطفى هم. أيوة فهم، فهم، رائع ما شاء الله عليك. وهن، وهنا، أيوة صلها، صلها، نعم. فتح الماك يا شيخ. طيب حاضر أناديك بما... يا شيخ. حاضر. بماء، بماء، نعم. رائع ما شاء الله عليك، رائع يا مصطفى. أتاهم، أتاهم. الله الله، ممتاز. أنت زميل الهشام ولا إيه؟ لا. زميل هشام؟ لا. طيب أنت رائع يا مصطفى، ونقول لك لنا النبر الصحيح، وكل نبر يعيد لكلمة روح الحياة. فأنت بأدائك المستقيم تعيد للكلمة روحها، عندما تقول فهم، عندما تقول وهنة، عندما تقول بماء، رائع. وأنت أمير، أنت أمير الأمراء لهذا اللقاء، لأنك أول واحد يأتي بكل الأمثلة صحيحة دون أن يخطئ. ممتاز يا شيخ مصطفى. أنا طبعا جزم مع الحميد. يا سلام، الشيخ محمد عبد الحميد هذا علم في رأسه نوره، علم من أعلام النبري، ما شاء الله عليك، مبارك أنك تلميذ هذا الفد، بارك الله فيك وفيه. طيب تفضل يا شيخ أحمد. شيخ عبد العظيم محمد تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ عبد العظيم، تفضل يا شيخ. فهم لا يتساءلون، فهم لا يتساءلون. هات هات الكلمه شيخنا، فهم، فهم الكلمه فقط. نعم، فهم، فهم، تمام. وهنا، وهنا، ممتاز. بماء معين، بماء معين. نعم، ولكن هات المد يا شيخ عبد العظيم. بماء هكذا، بماء، والأداء الخطأ، بماء، بماء، نعم هات
المثال التالي. أتاهم أتاهم. مرة أخرى شيخنا. أتاهم أتاهم أتاهم. نعم أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. ممتاز ما شاء الله. شيخ محمد فؤاد يعني لا أجد اسمك في رافعي الأيدي شيخ محمد. أجد. طيب تفضل شيخ محمد فؤاد. فتحت لك المايك يا شيخ محمد فؤاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ تفضل. ماشي أستاذ. فهم وهنا بماء لا اصبر يا شيخ. بماء لا بماء تقل إن في الأخير. بماء كده الكلمة الأخيرة. أتاهم بارك الله فيك يا شيخ. جزاكم الله خيرا. شكرا. نذهب إلى شريحة أخرى وما زلنا فقط نضرب أمثلة نبين من خلالها خطر ظاهرة النبر إذا وضع في غير موضعه، أما إذا وضع في موضعه فهذا هو الصواب. إذا نحن سننبر شئنا أم أبينا، فلماذا لا ننبر في المكان الصحيح الذي يؤدي إلى المعنى الذي أراده الله؟ مثلا قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، هذا الأداء المستقيم. قد نسمع القارئ يقرأها هكذا في جيدها حبل من مسد. مسد أصبحت الدال مشددة، صح؟ والمعنى اختلف. مسد نقول مثلا حال سد مسد الخبر، هذه كلمة مسد اسم مفعول من سد يسد مسد، خلاص. لكن ليست مسد، هي مسد وليست ايه، وليست مسد، خلاص. يعني من نار. إذن الأداء المستقيم مسد ونقلقل. طبعا هو يتوهم أنه ليقلقل يفعل هكذا فيقول مسد، هي مسد، خلاص. إذن مسد. نضرب مثالا آخر، مثلا قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد، هذا الأداء المستقيم. نجد بعضهم يقرأه هكذا من يهدي الله فهو المهتد. تعرفون ما معنى المهتد؟ يعني الذي وقع عليه الهد، الذي وقع عليه الهد، خلاص يا جماعة. أنا متخصص في الصرف والنحو والعروض والنبر والقراءات بفضل الله، وكلها تخصصات علمية بشهادات، يعني ليس فقط إيه. فالمهتد اسم مفعول من إيه؟ من اهتد، يهتد مهتد، خلاص. لكن المهتد من الاهتداء وحذفت الإيه؟ الياء، لأن أصلها المهتدي، أصلها الإيه؟ المهتدي. إذن هي المهتد وليست المهتد، يعني الذي وقع عليه الهد. هل يعني هناك معنى يريده الله أن من يهديه الله فقد وقع عليه الهد؟ طبعا مستحيل. مثلا قوله تعالى، المفروض هذا المثال يحذف لأننا قلناه قبل ذلك، كلا لا وزر،
وليست كلا لا وزر، أصبحت واو الإيه العطف كما بينا منذ قليل. كذلك تقريبا هذا. لماذا نكرر؟ يعني من قلة الأمثلة. مثلا قوله تعالى ثم قضى أجلا، وليست ثم قضى أجلا، وهناك أداء آخر. طبعا الكلمة التي سبقت قبل ذلك أبدا، ليست هذه. إذن هي أجلا وليست أجلا، أجلا وليست أجلا. أجلا أصبحت إيه؟ أصبحت همزة الاستفهام زائد الفعل الماضي جلا، يعني ظهر. إذن هي أجلا من الأجل. إذن الكلمات مسد وليست مسد، المهتد وليست المهتد، وزر وليست وزر، أجلا وليست أجلا. نسمع الرائع الشيخ السيد، لأننا وعدناه. يا رب المايك يفتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. مسد مسد، المهتد المهتد، لا وزر وزر، قضى أجلا أجلا. الله الله الله. وأمسى بك الأداء بدرا عندما نطقت بهذا الأداء المستقيم. رائع يا شيخ سيد، ممتاز. بارك الله فيك يا شيخ، نتعلم معليك يا فندم. الله يكرمك. الله يكرمك ويبارك فيك، وأنت أمير من أمراء اللقاء. كل الأمراء الذين شاركوا يا شيخ أحمد يقدموا في الحلقات إن شاء الله في التدريبات بإذن الله. تفضل يا شيخ أحمد. نعم. تفضل يا شيخ ماهر. فتحت لك المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. تفضل. كيف حالك شيخ؟ طيب. الحمد لله. الحمد رب العالمين. حبل من مسد، من مسد، فهو المهتد، فهو المهتد. مرة أخرى شيخ ماهر. الصواب أم الخطأ؟ الصواب. نعم نعم الصواب. نعم. فهو المهتد. نعم. يعني احنا نمد حركة الميم ولا نأتي بأي نبرة على حركة الدالة شيخ. نعم. حاضر. يعني أعيدها تاني؟ لا خلاص، هات المثال التالي شيخ. طيب. فهو المهتد. نعم. أو أروح على وزر؟ نعم. كلا لا وزر، كلا لا وزر، ثم قضى أجلا، ثم قضى أجلا. نعم. أجلا يعني أداء خاطئ، ولكن أنت نبرت الحركة الثالثة. أجلا حركة اللام. أجلا. نعم أحسنت. أجلا. بارك الله فيك يا شيخ ماهر، أحسنت إن شاء الله. وإياك مكرم. وإياك أحسنت يا شيخ. شيخ محمود عمر تفضل. طيب بارك الله فيك. تفضل يا دكتور. نذهب إلى شريحة أخرى. أيضا ما زلنا نوضح الآثار السلبية لإيه؟ للنبل. هذا كل ما نريد أن نتعلمه في هذه المحاضرة فقط. مثلا قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم،
ماذا اسم استفهام؟ فلا نقرأه هكذا: يسألونك ماذا أحل لهم. ماذا؟ ماذا أصبحت ما كلمة وذا المايك لا يفتح يا شيخ أحمد. طيب ننادي الشيخ حسين.
الشيخ أحمد المايك فتحه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا شكرا. نقول إن شاء الله. نعم. ماذا ماذا؟ رائع ما شاء الله عليك. مما لله ممتاز. يأتيانها هذا الخطأ. نعم. يأتيانها هذا الخطأ. الصواب يأتيانها. لا برضو أقول لك الصواب يأتيانها. يأتيانها أحسنت. الخطأ يأتيانها. بدون وقف. لا تسكت. يلا هاتها تاني. يلا يأتيانها أحسنت. ها المثال الأخير. لا تنسى السر. كلمة السر في الصواب إلى، في الخطأ إلى. يلا إلهين. نعم إلهين. الله الله رائع رائع رائع. تمثل لي هلال النبر بدرا وعن هلال نطقك للسماع. أحسنت يا شيخ أحمد وأنت أمير الأمراء. رائع. طيب تفضل يا شيخ أحمد. نعم شيخ عبد الله الشافعي. تفضل يا شيخ عبد الله. وكما اتفقنا ايه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يسألونك ماذا أحل لهم. ماذا أحل لهم؟ وآتوهم من مال الله. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. أعد شيخنا مرة أخرى. يأتيانها. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. ما شاء الله تبارك الله. أحسنت يا شيخ عبد الله. بارك الله فيك. ممتاز. شيخ أحمد عبد الفتاح. أفتح لك المايك شيخ أحمد عبد الفتاح. اضغط على ميوت يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضل يا شيخ. تستطيع أن تأتي بالكلمة فقط يا شيخ أحمد. ماذا أحل لهم؟ ماذا أحل لهم؟ الأداء الخطأ. ماذا؟ ماذا أحل لهم؟ معلش الصفحة. نعم. بس مما لله. مما لله. مما لله. مما لله. يأتيانها. يأتيانها. يأتي
يأتيانها. يأتيانها لا تتخذوا إلهين. لا تتخذوا إلهين. بارك الله فيك يا شيخ أحمد. وإياك. نذهب إلى شريحة أخرى، مثلا قوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم. يريهم الله، هذا الأداء المستقيم. طيب الأداء الخاطئ: كذلك يريهم الله أعمالهم. كذلك يريهم الله أعمالهم. طيب ما الفرق هنا يا دكتور؟ هناك التقاء ساكنين فحركت الميم. أقول لكم ما الفرق. الفرق شاسع جدا. الفرق الذي يؤدي بهذا الأداء الخاطئ ويقول يريهم هكذا، جعلها صلة ميم. جعلها إيه؟ صلة ميم. خلاص، الذي يسأل عن الشريحة، الشريحة غيرت، ربما لا تظهر عندك. إذن هي يريهم الله وليست يريهم الله، لأنها ليست من قبيل صلة الميم. وصلة الميم من شروطها إيه؟ أن يكون الحرف الذي بعدها إيه؟ أن يكون محركا، صح؟ وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، صح ولا لا؟ إذن هنا الحرف ساكن، ليس من قبيل صلة الميم، وإنما هنا الميم حركت بالضم لخوف التقاء الساكنين. إذن الأداء المستقيم يريهم الله، الأداء المنحرف يريهم الله. كذلك مثلا قوله تعالى: وقد أفلح اليوم من استعلى. أفلح هذا فعل ليس متصلا بضمير، يعني للمفرد، والفعل دائما في أول الجملة يكون مفردا. إذن هذا هو الأداء المستقيم، أفلح اليوم، ولا نقرأه هكذا، نقول وقد أفلح اليوم. أفلح يبقى هناك اثنان أفلح، كأننا وضعنا ألف اثنين. يا دكتور نحن لم نسمع ألف، لكن النبر دليل على هذا الألف، لأن الألف في مثل هذا، يعني افترضوا أن هناك ألفا، سيحذف نطقا لخوف التقاء الساكنين ويشير إليه النبر. يعني مثلا سأضرب لكم مثالا بعيدا، عندنا مثلا حاضر المسجد، هو ده مفرد ولا جمع؟ جمع، هي أصلها حاضرين وحذفت النون للإضافة. إذن لا نقول حاضر المسجد. طيب يا دكتور، ما هو هنا الياء تحذف نطقا لخوف التقاء الساكنين، لكن يشار إليها بالنبر، يعني عكس المثال الذي أمامنا الآن. يعني عندنا هذا وعندنا هذا. في حاضر المسجد نقول حاضر المسجد كاشف العذاب، لأنها جمع، ولا نقول كاشف العذاب. هنا العكس، هنا مفرد، نقول وقد أفلح اليوم، وليست وقد أفلح اليوم، وهكذا. مثلا قوله تعالى: وإذا جاءك الذين، وليست وإذا جاءك الذين. ما الفرق؟ جاءك الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ضمير جاءك أنت، لكن جاء كالذي أصبحت كاف التشبيه، أصبحت حرف جر، أصبحت حرف جر. إذن جاءك الذين وليست جاءك الذين. مثلا قوله تعالى: ولتروا مدى بشاعة الخطأ، وما الذي يؤدي إليه من معاني خاطئة. مثلا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، معناها اقرأ باسم ربك الخالق.
طيب الأداء المنحرف اقرأ باسم ربك الذي خلق، ربك الذي يعني رب الذي يشبه الرب الخالق، هل هذا المعنى يقبل؟ طبعا لا. مثلا قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، الأداء المستقيم. الأداء المنحرف وقليل من عبادي الشكور، كأننا ننادي يا الشكور، لا الأداء المستقيم عبادي الشكور، الأداء المنحرف عبادي الشكور. وهنا أكثر من مخالفة، كأنه ينادي شيء اسمه الشكور أولا، ثانيا نحن عندنا في اللغة العربية لا تدخل يا على كلمة محلاة بأل إلا في ثلاثة مواضع ليس هذا منها، مع اسم الجلالة يعني الله نقول يا الله، وفي محكي الجمل يعني مثلا واحد اسمه الرجل منطلق، واحد اسمه جملة مفيدة يعني اسمه كله الرجل منطلق، نقول له يا الرجل منطلق. وفي الضرورة الشعرية في الشعر، في غير ذلك لا نجمع بين يا وأل، خلاص في الشعر يقول الشاعر فيا الغلامان اللذان فر إياكما أن تعقبان شر، فيا الغلامان هذه نسميها ضرورة شعرية، يعني اضطر إليها الشاعر اضطرارا، فلا نأتي به في القرآن، هي يا عبادي أنا، الياء ضمير، ضمير متكلم في محل إيه جر مضاف إليه، وليست ياء النداء. إذن عبادي الشكور، وليست عبادي الشكور. إذن الذي سيخرج الآن سيركز على يريهم الله، يريهم الله وقد أفلح اليوم، وقد أفلح اليوم جاءك الذين، جاءك الذين عبادي الشكور، عبادي الشكور. طيب تفضل يا شيخ محمود. المايك لم يفتح يا شيخ محمود. طيب نجرب الشيخ محمد. الشيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا. ده حضرتك يا دكتور. يريهم الله أعمالهم، يريهم الله، يريهم الله. الله الله ممتاز. وقد أفلح اليوم من استعلى، ده الأداء الخطأ. وقد أفلح اليوم من استعلى، ده الأداء الصواب، ده الأداء الصواب. طب هات الخطأ بقى. أفلح اليوم من استعلى. الله يا سلام. وإذا جاءك الذين، ده الأداء الصحيح. وإذا جاءك الذين، ممتاز إن شاء الله رائع. وقليل من عبادي الشكور، لا من أنا أريد الأداء المستقيم الأول. نعم. وقليل من عبادي الشكور، الله الله، من عبادي الشكور. أداء يا خطأ. سلام أحرزت. أنا على فكرة تلميذ الأستاذ جمال عويضة. الله الله، ربنا يبارك فيك وفي الأستاذ جمال عويضة. الأستاذ جمال من أكبر محبي النبر، وأنا أحترم هذا الرجل وأقدره. أحرزت من قصب الأداء نفيسه، أحرزت مجدا ليس
ينفذ ذكره. رائع رائع، وأنت أمير من الأمراء يا شيخ محمد. بارك جزاكم الله خيرا دكتور. أنا تلميذ الشيخ جمال عويضة. بارك نعم الله فيك. أنا قلت هذا الرجل أحبه، بلغه سلامي. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ أحمد. طيب نعود إلى القاعة الأخرى. الشيخ معاذ ألواني، تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا، تفضل يا شيخ. بارك الله فيك، حسن الله فيك. نعم. كذلك يريهم الله أعمالهم. هل فيها صلة من الجمع يا شيخنا هنا؟ لا، ليس فيها صلة. طيب إذا نقرأ نقول يريهم. يريهم. ممتاز. كذلك يريهم الله. كذلك يريهم الله. لا، رجعت مرة ثانية. كذلك يريهم. يريهم الله. يريهم الله. أحسنت. هذا الأداء الصواب، الأداء الخطأ. يريهم. نعم. وقد أفلح. وقد أفلح. نعم، ولكن هات الكلمة كلمة اليوم عشان يعني يظهر. وقد أفلح اليوم. لا، ها. نعم. وقد أفلح. وقد أفلح اليوم. وقد أفلح اليوم. هكذا. أحسنت. نعم. الخطأ. وقد أفلح اليوم. أحسنت يا شيخ معاذ، ما شاء الله. جزاك. المثال التالي. وإذا جاءك الذين. وإذا جاء. انتظر يا شيخنا، هي الكلمة يعني ليست لم يشر إليها، ولكن نقول وإذا. نعم. ليست وإذا. نعم. نعم، كذلك ليست وإذا. إذا نقول وإذا. يلا تفضل. وإذا هكذا. ممتاز. نعم. أنت شيخ. وإذا جاءك الذين. نعم، الخطأ. وإذا جاءك الذين. ما شاء الله. وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. ما شاء الله، تبارك الله. أحسن الله، بارك الله فيك. ممتاز يا شيخ معاذ، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك. جزاك الله عليك. شيخ عبد الله حسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله تفضل اقرأ. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. قل يا شيخ. شيخ عبد الله قل يريهم. يريهم. والخطأ. يريهم. ممتاز، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. نكتفي بهذا المثال، ويعني إن شاء الله تقرأ في المثال في الشريحة القادمة مرة أخرى شيخ عبد الله. جزاكم الله خير. إذن كل هذه الأمثلة تؤدي إلى طريق واحد، وهو أن وضع النبر في غير موضعه يؤدي إلى فساد في جميع مستويات اللغة. فنحن لم نضرب أمثلة لإيه؟ للنبر الذي يؤدي إلى إخلال فقط في فصاحة الكلمة، وإنما كل الأمثلة التي قلناها يؤدي فيها النبر
إلى إيه؟ النبر الخاطئ إلى فساد في المعنى. طيب هل القدماء تكلموا عن هذا النبر أو ذكروا أمثلة له؟ نعم، وسنسرد مجموعة من الكتب في عجالة حتى لا نطيل عليكم. يعني هل هناك تأصيل لهذا النبر عند القدماء؟ نعم هناك. أول قصيدة عرفت إلى الآن إلى هذه اللحظة في علم التجويد تسمى إيه؟ الخاقانية، اللي هي الرائية الخاقانية للإمام الخاقاني، الفتح الرب من كتاب الفتح الرباني في شرح رائية الخاقاني. طبعا هذا الرجل الخاقاني توفي سنة 325، يعني أكثر من 1000 سنة، 1100 سنة كمان. خلاص، ماذا يقول؟ يقول ضمن أبيات القصيدة، نحن كتبنا أرقام الأبيات 5 و 6 وهكذا، يعني التي تريد أو الذي يريد أن يعود إلى القصيدة في الكتاب. يقول: أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. انتبهوا، يقول أحسن أداءه، لم يقول جود فقط، قال أحسن أداءه. فحسن الأداء هو مرتبة فوق مرتبة التجويد، وسيؤكد هذا بعد قليل. إذن هناك أداء كان يتحدث عنه العلماء قديما ولا لا؟ كان هناك، وكانوا يطالبون بحسن هذا الأداء. ثم يقول: فما كل من يتلو الكتاب يقيمه. ليس أي إنسان يقرأ القرآن فإنه يقرأه بالقراءة المستقيمة التي تؤدي إلى المعنى المستقيم. ولا كل من في الناس يقرئهم مقرئ. ليس أي أحد يتصدر للقراءة فهو مقرئ، لابد من التلقي والمشافهة والأداء المستقيم. طيب، ربما جاءت معه صدفة، يعني قال أحسن أداءه صدفة. لا، اقرأوا البيت الذي بعد ذلك: فقد قلت في حسن الأداء قصيدة، رجوت إلهي أن يحط بها وزر. يعني الرجل قصد قصدا إلى أن يؤلف قصيدته في حسن الأداء، كيف نؤدي القرآن بالأداء المستقيم. كذلك يقول: فإن أنت حققت القراءة فاحذر الزيادة فيها واسأل العون ذا القهر. نحن كل ما نقوله في النبر أيضا أننا لا نزيد ولا ننقص، لا نضع حرفا ليس في كتاب الله، ولا ننقص حرفا من كتاب الله. ثم يقول، وغريب قوله هذا، يقول: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. يعني للحرف ميزان، ولا بد أن ننتبه لهذا الميزان، وبفضل الله تعالى نحن وضعنا ميزانا لهذا الميزان. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه. طيب، المشكلة في الميزان، في أي ميزان في الدنيا، ميزان الذهب، ميزان الطعام، أي ميزان، ما المشكلة؟ أنه ينقص أو يزيد، يزيد عن المقدار المحدد له أو إيه؟ ينقص عليه. نحن أيضا نرفض ذلك، لذلك كان الميزان النبري الذي يزن كلمات القرآن فيبين أين الخلل عندما نؤدي بالأداء غير المستقيم، ويوضح كيف يكون الأداء المستقيم. طيب، ثم يقول: وخفف وثقل واشدد الفك مذ أتى، ولا تفرطن في الفتح والضم والكسر. سبحان الله، خفف وثقل. تتذكرون مسد ومسد، تتذكرون مهتد ومهتد. الرجل يقول لا نقرأ مهتد مثل مهتد، ولا نقرأ مسد مثل مسد. خفف وثقل، يعني إن كان الحرف مخففا خفف، وإن كان مشددا شدد. ولا تفرطن، لا تزد في الفتح والضم والكسر. أيضا النبر يؤدي إلى زيادة زمن الحركة. وما كان مهموزا فكن هامزا له، ولا تهمزا ما كان لحنا لدى النبر. طبعا كلمة النبر هنا ليس معناها النبر الذي ندرسه، لكن هو يتحدث عن الحرف المهموز، لا نسهل الهمزة الخاصة به. ليس هذه القصيدة فقط،
وإنما هناك أيضا كتاب التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي لأبي الحسن ابن جعفر الرازي. هذا الرجل توفي قيل سنة 400 وقيل 410، يعني من 1000 سنة، من 1040 سنة تقريبا، رحمه الله ورحم جميع علمائنا. يتحدث ويأتي بأمثلة مثل الأمثلة التي نقولها بالضبط، بل سبحان الله ويدعو إلى عمل ميزان للكلمات. يعني هو أتى بكلمة مثل مثلا شية، ودية، الغاشية، الخالية، خافية، ماهية، حامية، ويقول ينبغي أن تختلس حركة الحرف الذي قبل هذه الياءات اختلاسا خفيفا ولا تشبع كسرتها، فتصير في اللفظ ياءين، فإنك إذا أشبعت كسرتها قلت لا شية. هو نفس الذي نقوله شية شية، مثل لهم لهم. أذكركم بأمثلة تعرفونها الآن، مثل وزر وزر، شية شية، دية دية، حامية مية مية، نفس الموضوع. ثم يقترح سبحان الله أن يكون هناك ميزان، يقول إذا أنت فعلت هذا قلت شية دية، لفظت بياء ساكنة بعدها ياء متحركة، يعني كأنك جئت بحرف زائد في كتاب الله، ياء أخرى. وذلك غير جائز عند أهل الأداء، يعني كان هناك أهل أداء يقيمون القراءة ولا يتحدثون فقط عن المد والإضغام والإخفاء والإظهار وأحكام التجويد وهي فوق رؤوسنا، لكن أنا أقول لكم هناك مرحلة فوق هذه، للأسف للأسف الشديد مع مرور الوقت ومع تحول السليقة اللغوية عند الناس ودخول العجمة، للأسف هذه السليقة ذهبت والناس نسيت الأداء المستقيم للأسف. إذن يقول إيه؟ فيجب أن تكسر الحرف الذي قبل الياء في هذه الحروف وأشباهها بمقدار الكسرة في العين في عدة، يعني انطق شية مثل عدة. نحن الميزان الذي ندرسه نقول لك لهم مثل فعل، وليست لهم مثل فعل. هو هنا جاء بكلمة أخرى عدة، يعني نقول شية مثل عدة، نقول دية مثل عدة، لا نقول دية لأننا لا نقول عدة، وهكذا خلاص. وفي زنة الصاد في صلة، نحن نقول صلة ولا نقول صلة. طبعا هم يعبرون عن النبر بالاختلاس، لكن المصطلح لا مشاحة في المصطلح، هذا المصطلح الذي استخدموه في زمانهم وبعد ذلك اتضح أنه اسمه النبر. أنا نفسي عندما تعلمت الأداء المستقيم على يد والدي رحمه الله وكان معلما في معهد القراءات، لا كان هو يعرف اسم النبر ولا أنا، يعني هو علمنا الأداء المستقيم يقول أنت تقول كذا وأنا أقول كذا، أنت تقول مسد وأنا أقول مسد، فنصحح ونقرأ. إلى أن حضرت محاضرة في الفرقة الثانية في كلية دار العلوم للدكتور عبد الصبور شاهين رحمه الله، وكان يتحدث فيها عن النبر، والنبر موضوع بالمناسبة، حتى لا تسمعوا لأحد يقول لا يوجد شيء اسمه النبر، هو جهل منه أو كبر منه. النبر موجود في كل كتب علوم الأصوات التي تدرس في كل كليات اللغة العربية على مستوى العالم، هو درس موجود على مستوى العالم، بل وهناك رسائل جامعية فيه. المهم، فسمعت الكلمات التي يمثل بها هي الكلمات التي يصححها لنا والدي رحمه الله، فعدت إلى البيت وقلت لأبي الذي تصححه لنا اسمه النبر. سبحان الله، هي قصة غريبة لكن توضح لكم أن الأصل في معرفتي بهذا العلم هو التلقي والمشافهة، يعني لم أخرج وأؤلف قواعد من فراغ، وإنما أنا جبرت على ذلك ووضعت في موقف لابد أن أضع لهذا الأمر قواعد. تعلمت الأداء المستقيم ثم عرفت أن هذا يسمى بالنبر، ثم وضعت قواعد الميزان النبري. وبالمناسبة هناك رسالة دكتوراه ستناقش خلال هذا الشهر والشهر القادم، إن شاء الله ندعوكم إلى السماع إليها عن طريق القاعات، ومن كان في القاهرة له أن يحضرها. الرسالة بعنوان الميزان النبري للدكتور وليد مقبل الديب
دراسة نقدية تحليلية في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، في كلية اللغة العربية القاهرة جامعة الأزهر، يعني جوار الأزهر الشريف ومسجد الحسين. إذن هؤلاء العلماء تحدثوا عن النبر، وإن تحدثوا عنه بمصطلحات زمانهم أيضا يمثل لي هو الذي هو الذي، وكأننا نزيد واوا، هذا هو النبر، هو الذي هو الذي، خلاص. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هو ال هو ال، كل هذه أخطاء نبرية وقد ذكروا. كذلك صاحب الرعاية، هذا الكتاب الرائع في مخارج الحروف وصفات الحروف وألقابها، وهو لإيه؟ لمك بن أبي طالب القيسي، وتوفي سنة 437 من الهجرة. يتحدث في باب الوقف على المشدد، يقول اعلم أن الوقف على الحرف المشدد فيه صعوبة على اللسان لاجتماع ساكنين في الوقف غير منفصلين كأنه حرف واحد، فلا بد من إظهار التشديد في الوقف في اللفظ وتمكين ذلك حتى يظهر في السمع التجديد. ثم يضرب أمثلة لذلك بقوله ما لكم من دونه من ولي، إذن نقول من ولي ولا نقول من ولي، نقول من طرف خفي ولا نقول من طرف خفي، ونقول في يوم نحس مستمر ولا نقول في يوم نحس مستمر، مستمر من الاستمار، نقول أدهى وأمر ولا نقول أدهى وأمر. سعادة الدكتور أحمد كشك الذي ناقشني في الدكتوراه وجد هذا المثال في الرسالة فذكره بقصة حكاها لنا وهو يناقشني، قال سمع أحدهم واحدا يقرأ ويقول أدهى وأمر، فقال له أمر بالستر يا خويا، طبعا هو يعني يستهزئ بهذا الأداء الخاطئ الذي أدى إلى فساد في الإيه؟ في المعنى، هي أمر وليست أمر. ها هو مك بن أبي طالب يستشهد بكلمات هي هي، الذي نقوله هو ولي ولي، مثل لهم لهم، مثل مسد مسد، مثل وزر وزر، أمر أمر، مثل مسد مسد، وزر وزر. الموضوع سهل، والذي يحدث في كل هذه الكلمات شيء واحد، وهو أننا نأخذ النبر من حركة نضعه على حركة أخرى. كذلك الشيخ عبد الوهاب القرطبي، وقد توفي سنة 461، يذكر في كتابه كلاما رائعا، ويعني يجعلنا لا نعجب مما نراه في زماننا هذا، فهو يصف أهل زمانه بالغباوة في الأداء، أنهم لا يستطيعون الأداء المستقيم، فما بالنا بعد مضي 1000 سنة بعد عصر هذا الرجل كيف يكون الأداء؟ ماذا يقول في مقدمة كتابه؟ ولما رأيت الناشئين من قرأة هذا الزمان وكثيرا من منتهيهم قد أغفلوا اصطلاح ألفاظهم من شوائب اللحن الخفي وأهملوا تصفيتها من كدره وتخلصها من درنه، حتى مرنت على الفساد ألسنتهم وارتاضت عليه طباعهم وصار لهم عادة، بل تمكن منهم تمكن الغريزة، هو يتحدث عن الفساد خلاص في الألسن، وناسبوا بذلك زمانهم الذي أعدى أبناءه بغباوته وفوقهم در لؤمه وشرته، يأس الطامع من استصلاحهم، يعني كيف نستصلح ذلك، يأس الطامع من استصلاحهم ونفض يده من تثقيفهم وهدايتهم، يعني ماذا نفعل لهم، هو يشكو من أهل زمانه وأن الأداء قد انحرف. وغير بدع ولا عجيب، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الناس بزمانهم
أشبه منهم بآبائهم بآبائهم. ثم يقول الرجل: رأيت لفرط الحاجة إلى ذلك وعظم الغناء والفائدة به أن أقتضب به مقالا يهز عطف الفاتر ويضمن غرض الماهر ويسعف أمل الراغب ويؤنس وسادة العالم. أذكر فيه معنى اللحن في مواضع اللغة وحده وحقيقته في العرف والمواضعة والسبب الذي من أجله علق بالألسنة وفشى في كلام العرب. سبحان الله، يعني في زمانه حدث هذا للأداء، وأبين ما المقصود بالتنبيه عليه والمراد من الإعلان بالتحذير منه وما الفائدة الحاصلة بذلك والثمرة المجتناة عنه. هذا الرجل قال كلاما آخر، هذا الكلام لابد أن ننتبه له جيدا. لماذا؟ لأنه مهم جدا في مجال حديثنا اليوم. قال أيضا: وسنورد عليك من مواضع الاختلاس والإشباع في كتاب الله تعالى ما يحصل مرادك ويفي بتنبيهك، وليس مرادنا بالاختلاس ها هنا والإشباع ما هو رواية ولغة، وإنما مرادنا ما هو عماد في كل لفظ ومطلوب في كل لسان، والله المعين لإصابة الحق. ما معنى هذا؟ يعني يقول: نحن لا نتحدث عن اختلاس في كلمات معينة، وإنما في كل الكلمات. اختلاس الرواية معناه هو الاختلاس المنصوص عليه بالتواتر في بعض الكلمات، وهذا ليس مقصودا بكلام الشيخ عبد الوهاب. يعني ليس المقصود مثلا ما روي من اختلاس دوري أبي عمرو لبعض الكلمات كما قال الإمام الشاطبي: وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. هذا ليس مقصودا. الرجل لا يتحدث عن هذه الكلمات التي فيها اختلاس لبعض القراء، وإنما يتحدث عن إيه؟ عن ما هو عماد في كل لفظ، في كل كلمة نجد هذا. وفعلا النبر في كل كلمة، لولا ضيق الوقت لقلت لأحدكم إيتي بأي آية في القرآن وأنا أتيك بالأداء المستقيم لكل كلمة والأداء الخاطئ لكل كلمة. إن شاء الله إن كان هناك وقت وأردتم أنا على استعداد. ثم يذكر بعد ذلك نفس الأمثلة التي ذكرها غيره: شية شية، دية دية، الغاشية الغاشية، الخالية خالية، خافية خافية، ما هي ما هي، حامية حامية. وكذلك زاد عليها: الأبتر الأبتر، الصمد الصمد، البلد البلد. كله الفرق فيه نبري. إذن ما أريد أن أوضحه لكم أن النبر قد ذكره القدماء وقدموا أمثلة لا تختلف عما نقول، والميزان الذي وضعناه هو يحكم هذه الأمثلة أيضا. كذلك يمثل بي يا صاحبي السجن وليست يا صاحبي السجن. كذلك من ثلثي الليل وليست من ثلثي الليل. كذلك بين يدي الله وليست بين يدي الله. ليست يدي، هي ليست يدي أنا، هي بين يدي الله. كذلك في كتاب زلة القارئ للشيخ أبي اليسر محمد ابن عبد الكريم ابن موسى، وتوفي سنة 493، أيضا يتحدث عن أمثلة. سبحان الله، نحن ضربنا أمثلة قريبة منها منذ قليل حتى لا يعني أزعجكم أكثر من ذلك بسرعة. وإذا يقول في وصل حرف من كلمة بحرف، وإذا وصل حرفا من كلمة بحرف من كلمة أخرى بأن قرأ إياك نعبد. ألم يأتي مثال مثل هذا؟ جاءك جاءك الذين جاءك الذين، هو هو إياك نعبد. والخطأ إياك نعبد، ليست إيا مثل نعبد. هذا هو المعنى على هذا الأداء المنحرف. يقول: فوصل الكاف بالنون أو قرأ
غير المغضوب عليهم، نفس الموضوع الأداء المستقيم غير المغضوب عليهم، الأداء الخاطئ غير المغضوب عليهم، بقت المغض وحدها وبعليهم وحدها، الباء التي كانت لام الكلمة يعني آخر حرف في الكلمة أصبحت حرف جر، وأيضا حرف الجر لا يدخل على حرف جر ولكن هنا دخل. وإذا دخل بالمناسبة لتكون معلوم، إذا دخل على حرف جر هذا لا يحدث إلا مع حرفين وهم عن وعلى، وفي هذه الحالة يتحولان إلى اسم، يعني حتى ليس هذا من المواضع. فوصل الباء بالعين وما أشبه ذلك، فإن بعض العلماء قالوا بأنه تفسد صلاته. انتبهوا، الذي يقول غير المغضوب عليهم، الذي يقول إياك نعبد، بعض العلماء قالوا تفسد صلاته. لأن لماذا؟ لأنه يتغير به المعنى ويفحش الكلام ويخرج الكلام من أن يكون قرآنا. الرجل مثل بأمثلة للنبء وليس هناك فارق في التشكيل ولا في التجويد، والفارق الوحيد هو النبر. وبعض العلماء وليس كل العلماء قالوا تفسد صلاته، ولكن عامة العلماء من الفقهاء قالوا لا تفسد صلاته. أكيد عامة العلماء من الفقهاء كانوا لا يجيدون هذا الأداء، لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه. انتبهوا، أنا يعني أقول ما لي وما علي، إذن معنى كلامه أيضا صعب أن الواحد ينتبه له. طيب خلينا للآخر. ومن قرأ إنا أعطيناك الكوثر، انتبهوا، يعني ليست أعطيناك الكوثر، هذا الأداء المستقيم، لو قرأها خطأ وقال إنا أعطيناك الكوثر، يعني أعطينا مثل الكوثر، كالكوثر عند الانفراد كلام فاحش خطأ معه، ولكن عند الوصل لا بأس به، فكذلك هو الذي ذكرنا. وبعضهم قال خطأ وهذيان، هذا خطأ وهذيان. وقالوا استمعوا إلى هذه الجملة، أنا أقول ما لي وما علي، خلاص. وقالوا يمكن الاحتراز عنه فيجب أن يحترز عنه. طيب إذن سنفترض أنه في عصرهم، وهذا ما حدث، لم يوجدوا قانونا ميزانا يفرق بين الصواب والخطأ، إذن من الممكن أن نأخذ به، لا يمكن التحرز عنه. أما الآن لا حجة لنا، فنحن معنا ميزان يسير، الميزان النبري يفهمه الأطفال، إذن لا حجة لأحد. والصحيح أنه لا يوجب فساد الصلاة لأن الاحتراز عنه متعذر. الآن ليس متعذرا، الآن ليس متعذرا. وأما لو شدد الكاف، إذن طبعا تشديد الكاف واضح أنه خطأ جلي وظاهر لكم وليس له علاقة بالنبر. أيضا من الظواهر التي توضح لكم أهمية النبر، انتبهوا وركزوا معي قليلا. قلت منذ قليل لبعضكم وهو يقرأ، عندما تقرأ هذه الآية لبرنامج يحول الصوت إلى كلام، مثلا جوجل أو الواتس أو أي برنامج، خلاص أنت إذا نطقت خطأ سيكتب هذا الخطأ، انتبهوا معي. إذا طيب هل يتخيل أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن بغير أدائه المستقيم؟ أكيد كلنا متفقون أنه قرأه بأدائه المستقيم، وكان أفصح العرب ولا فخر، لذلك كتب بهذا الأداء المستقيم. طيب نفترض أني أملي الآن على واحد لا يعرف القرآن وهو يكتب، وعلى فكرة أنا سمعت هذه المقولة ولا أعرف صواب أم لا، أن بعضهم عندما يشغل أحدا في المطبعة، لا في المطبعة التي تطبع المصحف، يعني اللي هو الحرفي لا يكون حافظا للقرآن، ليه؟ حتى لا يعتمد على حفظه وإنما يعتمد على ما هو أمامه. المهم دعنا من ذلك لنكمل ما نقول. أنا الآن أملي عليك وأنت لا تعرف القرآن، وقلت لك أولى بدلا من أولى، ستكتب أولى ولن تكتب أولى. قلت لك مثلا ماء بدلا من ماء، ستكتب ماء وهي ماء. إذن إذا كان القرآن قد نطق بأداء منحرف فسيكتب بأداء منحرف، وهذا لم يحدث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون و
كانوا يقرؤون القرآن بأدائه المستقيم، لذلك كتب بأدائه المستقيم ووصل إلينا بالأداء المستقيم. انظروا إلى هذا البيت وهو من كتاب قديم، كتاب في القرن الثالث الهجري، يعني قبل 1100 سنة. خلاص، يتحدث عن ظاهرة اسمها التصحيف والتحريف. هذه الظاهرة الحمد لله ليست موجودة في القرآن إلا في أداء الناس الآن، هي موجودة الآن في أداء الناس، لكن في القرآن المكتوب الحمد لله لم توجد. إذن ظاهرة التصحيف والتحريف في غير القرآن أكبر دليل على إدراك الرسول وصحابته لمواضع النبر الصحيحة وعلى أدائهم للقرآن أداء صحيح. هذا البيت الذي أمامنا كأن في ريقته لما ابتسم بلقاء تنفي الخيل عن طفل متم. كتب هكذا، كتب بطريقة منحرفة غير صحيحة، كأن في ريقته لما ابتسم بلقاءة في الخيل عن طفل متم. بلقاءة في الخيل، الأداء المستقيم للبيت بلقاءة في، الأداء الخطأ بلقاءة في. الفرق نبري بحت، والتشكيل واحد وكل شيء واحد. إذن لو كان يقرأ القرآن بهذا الأداء وكتب في بداية كتابته بأداء خاطئ لوجدنا أخطاء في القرآن، وهذا لم يوجد. إذن هؤلاء القوم انتبهوا للأداء المستقيم ولم يقعوا في هذه المزالق، ونحن أيضا مطالبون بألا نقع في هذه المزالق. آتيكم بالأدهى والأمر، وهو من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، الجزء الرابع، الصفحة رقم 224. وبالمناسبة ستأخذون هذه الملفات وعودوا إلى الكتب كما تريدون. النبر في غير موضعه وسيلة من وسائل بعض المتصوفين لتحريف معاني القرآن. يعني هؤلاء المتصوفون لجأوا إلى تحريف معاني القرآن من خلال النبر الخاطئ. كيف؟ يقرؤون هذه الآية، آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، يقرؤونها هكذا بهذا الأداء الخاطئ: من ذا الذي يشفع، اسمعوا مني مرة أخرى، من ذا الذي يشفع. طيب الأداء المستقيم: من ذا الذي يشفع. طيب الأداء الخاطئ: من ذا الذي يشفع. طيب ما معنى هذا؟ من ذا الذي، يعني من ذل من الذل هذه النفس، من ذل هذه النفس. يشفى يعني يشفى من كل الأدواء. عو فعل أمر من الوعي. أرأيتم كيف الفساد؟ طيب يقول السيوطي عندما سئل النوع 78 في معرفة شروط المفسر وآدابه، وسئل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني عن رجل قال في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع، قال: من ذا الذي يشفع، فأفتى بأنه ملحد. أنا لم أفتي، أنا آتيكم بنصوص القدماء، والفارق نبري والله فقط. وقد قال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال ابن عباس: هو أن يوضع الكلام على غير موضعه. أخرجه ابن أبي حاتم. ما رأيكم في الفساد الذي يحدث نتيجة لوضع النبر في غير موضعه؟ طيب أتيكم بطرفة تضحكنا وفي نفس الوقت تبين لنا كيف نظر القدماء لهذه الأخطاء، وهي من كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي، الجزء الرابع، 1818، خلاص الصفحة، يعني رقم الصفحة. يقول: حضر مجلس أبي عبيدة. وأبو عبيدة على فكرة هو من علماء البلاغة، وهو أول من ألف كتاباً في إعجاز القرآن، لذلك أنا في قصيدتي التي أتحدث فيها عن اللغة العربية أقول: هذا الخليل وسيبويه ويونس والمازني وصاحب البركات، قصراً منيفاً قد بناه مدادهم
وقلاع فكر صوب كل عداتي. وأبو عبيدة، هذا هو أبو عبيدة، وأبو عبيدة وابن جعفر جاحظ، والمازني تأهبوا لشداتي. ها هم جنود قد أبوا أن يخذلوا سلطانة الدنيا ربى الجنات. اللغة العربية يعني. المهم، حضر مجلس أبي عبيدة رجل فقال: رحمك الله أبا عبيدة، ما العنجيد؟ ما العنجيد؟ هكذا السؤال. قال أبو عبيدة: رحمك الله، ما أعرف هذا. قال الرجل: سبحان الله، أين يذهب بك عن قول الأعشى: يوم تبدي قتيلة عنجيد؟ هذا أداء الرجل. فقال أبو عبيدة: عافاك الله، عن حرف جاء لمعنى، والجيد العنق. إذن هي عنجيد وليست عنجيد، عنجيد وليست عنجيد. طيب، ثم قام آخر في المجلس فقال: أبا عبيدة رحمك الله، إذن الفرق إيه نبري، رحمك الله، ما الأودع؟ قال أبو عبيدة: ما أعرفه. قال الرجل: سبحان الله، أين أنت من قول العرب: زاحم بعود أودع؟ الرجل نطقها أودع، أودع، يعني لابد أن تزاحم بقوة لتأخذ ما تريد أو اترك. لكن الرجل لم يفهمها هكذا، هو فهمها على أنها كلمة واحدة. قال له: أودع. قال أبو عبيدة: ويحك، هاتان كلمتان والمعنى اترك أو ذر. إذن يا جماعة انتبهوا واربطوا، فاكرين أولى وأولى هي هي، انتبهوا إلى الميزان، أولى أولى، أودع أودع، هي نفس القصة، هو نبر. ثم استغفر الله، الرجل خلاص بالعامية المصرية بلاش أقول، ثم استغفر الله وجعل يدرس. فقام رجل فقال: رحمك الله، أخبرني عن كوفة. هذا يعني إيه ثالث الأثافي كما يقولون، أخبرني عن كوفة، أمن المهاجرين أم من الأنصار؟ هذا الرجل الثالث يذكرني بطالب كان عندي، هذا الطالب أحبه جدا وإلى الآن على صلة به، يعني كنت أدرس له من 12 سنة، وكانوا يعني كان طالبين، وفي يعني أدرس لهما، وكنت أحكي لهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يمر من طريق، كان الشيطان من خوفه منه يمر من طريق آخر ويترك هذا الطريق. فسألني الطالب وقال لي: وهذا قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ كنت أقول له: وهو ذاهب لصلاة الفجر، وهو ذاهب لصلاة الفجر، كان يلقاه الشيطان فيذهب إلى طريق آخر. فسألني الطالب وقال: وهذا كان قبل الإسلام أم بعد الإسلام؟ يعني الرجل كان يذهب لصلاة الفجر قبل الإسلام. هذا الرجل سؤاله قريب من هذا، يقول له: كوفة من المهاجرين أم من الأنصار؟ فقال أبو عبيدة: قد رويت أنساب الجميع وأسماء الجميع، ولست أعرف فيهم كوفة، لا أعرف صحابيا اسمه كوفة، لا من المهاجرين ولا من الأنصار. قال الرجل: فأين أنت من قوله تعالى: والهدي معكوفة؟ هو قرأها معكوفة، فصل بينهما، هي معكوفة. فأخذ أبو عبيدة عليه واشتد ساعيا في مسجد البصرة يصيح بأعلى صوته: من أين حشرت البهائم علي اليوم؟ لذلك لا أنسى أن أشكر كل من أتى أو أتت لنا بنص من هذه النصوص، أكثر هذه النصوص كانت من طلاب لنا في دورات النبري، أتذكر منهن، وإذا لم أتذكر اسما فإيه تسامحني صاحبة الاسم، لأن أكثر من أتى في الحقيقة نساء، أم منير المهاجرة للرحمن، الشاعرة مزنة، وغيرهن من الطالبات، بارك الله فيهن جميعا. إذن هذه النصوص كلها تؤكد ما قلناه، أن النبر منبوذ إذا وضع في غير إيه؟
في غير موضع. يعني أبو عبيدة وهو يصحح عندما قال أودع وليست أودع، أودع فيها نبر وأودع فيها نبر، إذن أودع النبر الصحيح وأودع الخاطئ. فنحن سننبر شئنا أم أبينا. كل ما أردناه من هذه المحاضرة أن نوضح لكم خطر ظاهرة النبر، وكذلك أن نوضح لكم أن القدماء تكلموا عن هذا النبر ووضعوا وضربوا له أمثلة لا تختلف نهائيا، بل نحن نستخدم نفس الأمثلة في دراستنا للنبر وفي دراستنا للميزان النبري. وإن شاء الله بإذن الله قواعد النبر ستكون يسيرة وسهلة، والله ستستمتعون وتشعرون بمتعة لم تتخيلوها عند دراسة هذه القواعد. ويكفيك أنك ستعرف علما يؤدي إلى استقامة الأداء، وأنت تسمع القارئ وتعرف أنه أخطأ ووقع في فساد في المعنى أنت مدرك وهو ليس مدركا. لكن نطلب منكم بعد ذلك أن تنشروا هذا العلم بعد أن تتعلموا. ولا ننسى أن نقول إن هذه الدورة كانت وقفا، وإن شاء الله ستكون ناجحة بنيتنا جميعا، مدربين ومدربات ومتدربين ومتدربات للدكتورة انتصار التي أقيمت لها هذه الدورة، وقفا لروحها الطاهرة السمحة. والله لا أعرف ماذا أقول عنها إلا أن أقول إنها كانت أمة في العطاء والبذل والكرم والعلم والوفاء والنقاء والصفاء وصفاء السريرة وحسن المعاشرة والدين، نحسبها كذلك ولا نزكيها على الله. وقد توفيت فجر الأربعاء 6 يناير، يعني منذ 10 أيام على الأكثر تقريبا، أو مثلا أسبوعين، عن عمر ناهز 60. فقد عرفناها منذ أكثر من 8 سنوات ولم نرى منها إلا الخير والمعروف الذي كانت تصنعه في أهله وفي غير أهله. فقد كانت ضمن متدربات دورة قدمتها في ملتقى خير الزاد، في نهايات سنة 2012 على ما أتذكر. وأثناء الدورة أخبرتني أم البنين المصرية هذه صاحبة ملتقى خير الزاد رحمها الله، أخبرتني أن هناك أختا لبنانية تريد أن تساعدك في تنظيم منتداك وفي نشر علمك، ولديها خبرة في ذلك، وقد اقتنعت بما تقول برسالتك يعني تود أن تقدم ما يستحق التقديم. فقلت لها أنت تضمنينها، يعني تضمنين هذه التي تريد أن تساعدني؟ وكانت أم البنين تلميذة وفية لوالدي رحمه الله. قالت نعم أضمنها برقبتي. وفعلا كانت دورة خير الزاد هي خير زاد تزود به علم النبر بمجموعة ممن أخذنا على عاتقهن خدمة هذا العلم، وعلى رأسهن الدكتورة انتصار رحمها الله. وكانت أول دورة داخل أكاديمية النبر واستقامة الأداء القرآني بخمس مدربات، الدكتورة انتصار والدكتورة سعاد وأم البنين المغربية وأحلام وسنية، وأثمر يعني جهدهن الكبير عن أكبر ثمرة وأعظم ثمرة للأكاديمية، وهي تخرج الدفعة الأولى التي قاربت 20 مدربة. ثم تتالت الدفع حتى تعدى عدد المدربات والمؤهلات 100 بفضل الله. وأقول لكم 100 وإن أردت أن يكون 1000 لكن. طيب ما الدليل على كلامي؟ يدخل الاختبار أو تطلب التأهيل 100 في كل دورة، 100 تطلب، لكن من تنجح في النهاية بعد تخطي الاختبارات ممكن ينجح 20-25 على الأكثر مثلا. المهم ثم تتالت الدفع، والحمد لله رب العالمين، بفضل الله تعالى شاركت في التدريب، شاركت في تدريب هذه الدفع. ومما يثير الدهشة وفي الوقت نفسه يزيد الحسرة على فراق هذا الملاك الذي أرسله الله لخدمة هذا العلم، أن عطاء الدكتورة انتصار
ظل واستمر من أول لحظة إلى أن فارقتنا. ظل واستمر من أول لحظة إلى أن فارقتنا. فمن آخر رسائلها التي لا أنسى مضمونها، سأذهب إلى الواتس: كنت قد طلبت منها شيئا بعد الدورة الفائتة. الدورة الفائتة انتهت في شهر 12 في ديسمبر، يعني من شهر، فتأخرت قليلا في الرد على، يعني على حد ظنها هي لم تتأخر علي، أما بالنسبة لي لم تتأخر، هي ظنت أنها تتأخرت. تتخيلون بعد هذا العمر في خدمة هذا العلم الذي يدعو إلى الملل، هذا الوقت يدعو إلى الملل، خلاص يعني طلبت شيئا يا دكتور وأنا أنجز، وطلبت وأنجز وطلبت، ومرت السنين أكيد يحدث شيء من الملل، لكن لم يحدث. مهما كان عطاء الإنسان كان سيحدث، لكن هذا لم يحدث معها. كيف كان ردها؟ ردها سبحان الله كأنه رسالة تلخص عطاءها وإخلاصها وتعاونها واستجابتها السريعة لأي طلب. كتبت لي ما نصه: تعرف والله أيام كثيرة آخذ جهازي معي الشغل كرما لك، بس من شان إذا احتجت شيء ما أتأخر. اليوم فكرت فيه شوي وقلت مش راح تطلب شيء اليوم، الدورة خلصت واستمارات ما في، طبعا هي تتحدث بلغتها، تكتب بلغتها اللبنانية، واستمارات ما في أو ما في باللغة بالنبر الصحيح، والأمن مستتب والحمد لله. فلما طلبت قلت لن أسمع لنفسي بعد اليوم. والله والله هذا نص رسالتها، يعني عندما طلبت منها الطلب وتأخرت تقول أنا لن أسمع لنفسي بأن أترك الجهاز في البيت ولا أخذه معي إلى العمل لأستجيب لما تطلب. أرأيتم كيف تلوم نفسها على التأخر الذي لا يعد تأخرا أبدا؟ لذلك لا يستطيع أحد أن يلومني على حزني على هذه الإنسانة، ولا حتى زوجتي التي تسمعني معكم الآن، لأنها رأت عطاءها الذي يستحق أكثر من ذلك، عطاء لا يصفه إلا قول الشاعر: ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فلم تقل لا أبدا. والعجيب أيضا، وربما المدربات يتفاجأن بهذا، أنها ومع رسوخ قدمها في الأكاديمية كانت لا تتدخل برأيها في أي مشكلة تخص الأكاديمية، خشية أن تظلم أحدا، فلله ضرها رحمها الله. شاركت في مشروع المصحف الملون، وأقول لكم القاعة الأولى التي أنشئت قبل إنشاء الأكاديمية هي صاحبة هذه القاعة، وما زالت هي صاحبتها إلى الآن، قاعة 20 هي قاعة الدكتورة انتصار، وهناك قاعة أخرى تابعة لها في الأكاديمية ممكن من صديقتها أو شيء مثل هذا. كذلك مقابل حذف الإعلانات في المنتدى هي التي كانت تقوم به، يعني حتى تدعم الأكاديمية ماديا ومعنويا. أول من تدربت على ضبط القاعدة النورانية بالموازين النبرية كانت الدكتورة انتصار رحمها الله، كذلك ودربت غيرها. رفع التسجيلات في قناة الأكاديمية وترتيبها كانت تقوم به لفترة كبيرة. كل استمارات جوجل التي رفعت إلى نهاية الدورة السابقة هي من كانت تنجزها، سواء كانت خاصة بالنبر أم بالنحو أم بالتدقيق الإملائي. أتحدى أن أجد مدربة تشكو من موقف مع الدكتورة انتصار لحسن عشرتها مع الجميع، بل إذا اختارت كل مدربة أن تحكي موقفاً جمعها بالدكتورة انتصار رحمها الله ربما نسمع أعجب مما قلت لكم الآن. لكل هذا ولغيره مما لا يتسع المقام لسرده، كانت هذه الدورة وما تشتمل عليه من محاضرات وحلقات وختمات وقفاً لهذه الروح الطاهرة التي لا نزكيها على الله، بل كل ما تقدمه الأكاديمية مستقبلاً لها من أجره النصيب الأوفى والأوفر بنيتنا جميعاً. وليت المتدربين والمتدربات يشاركون هذه النية، لأنها تستحق أكثر من ذلك بآلاف السنين الفلكية
لامتداد عطائها ولأعمالها التي خلدت ذكرها فاستحقت قول القائل مع جعل الضمير للمؤنث ردت صنائعها إليها حياتها فكأنها من نشرها منشورة. وأختم بما قلته في تأبينها وهو قليل في حقها لدرجة أنها المرة الأولى في حياتي التي شعرت فيها أن الوزن يأسرني والقافية تقيدني، وكنت إذا ذهبت إلى السوق أستطيع أن أعبر عن ذلك شعرا. لكن ماذا أقول، فمعاني فضلها تعدت كل بحور الشعر وعلت وارتقت فوق كل قافية، فلم تنصفني الكلمات ولم تطعني المعاني. أقول في تأبينها: عصا سحرية غابت بليل تهاوت منه شرب الحزن تترى، ولا ندري أماتت أم قبرنا، حياة العلم قد عشناه عشرا، نسيم قد أظل الكون نبلا، عهدناه يحيل الليل فجرا، نعاتب دمع أعيننا ونبضى، فكيف يدق ذاك وذاك يعرى. مآقي النبر ما جفت لشغل عن الهول الذي سيعيش دهرا، ولو كان النحيب يعيد روحا لأرسلت المدامع فيك بحرا. خلود في المكانة ينتصار بطيب الذكر قد أرسيت قصرا، وسلني عن حماها قلت عزا، ونصرا للمكان أضف وفخرا. صحارى العلم قد طرحت ثمارا، رمال قد رواها البذل نبرا، قضاء الله لا نرضى سواه، ولا نعصي لك اللهم أمرا، فأسكن روحها الفردوس وارزق قلوب العالمين هدى وصبرا. نلتقي على خير في الأسبوع القادم مع المحاضرة الثانية إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.